هنا أحب فقط أن أشير نظرية، من أحب يتوسع فيها فليعود فليعود إلى هذا المرجع. الدكتور عالم النفس الشهير عالمياً ببحوثه وأفكاره اللامعة، وأيضاً المؤرخ الحاذق والذكي والكاتب الذي حقق مبيعات ملحوظة حول العالم، ناصر قايمي، في كتابه الأخير المبدع أيها الإخوة، لقي رواجاً كبيراً ومراجعات وتقريضات فعلاً يعني تناسب أهميته. A Fair Straight Madness، جنون يعني متألق، يعني جنون من طبقة أولى. فرضية قايمي في كتابه هذا أن الأمم في حال تأزمها، تأزم أحوالها كالأمة العربية اليوم، الأمة الإسلامية، تحتاج إلى قادة غير أسوياء، مش نورمال. ما تجيبليش واحد نورمال عادي أكاديمي بقى، مش حينفع، حيدمرنا. ها إيش؟ قال لك تاريخ، هذا هي مش فرضية، تاريخ مدروس، اللي هو التاريخ أفهمه هذا. الأمم في فترة الأزمات، وفي الحقيقة الفكرة الجنينية لعالم نفس ألماني هو الذي قال هذا، وألهمت الدكتور قايمي. الأمم في أوقات الأزمات، في أوقات الحروب، في أوقات المشاكل، تحتاج إلى أناس مجانين، قادة مجانين. طبعا مش مجنون بالمعنى العامي أنه بيمشي برياله، لا لا، مجنون بالمعنى الطب النفسي، يعني مصاب مثلا بالهوس الاكتئابي، المرض ثنائي القطب، عنده اكتئاب وعنده هوس، عنده ديبريشن وعنده مينيا، تخيل. طب هل هذا حصل؟ حصل، حصل بمئة في المئة، وبالأدلة. أقرأ الكتاب حتشوف العجب. هو درس ثماني شخصيات المعروف منها للعامة، بناش نجيب غير معروفين، في ناس بيعرفوش تيد تيرنر هذا مؤسس CNN، وبيعرفوش مثلا شيرمان عسكري أمريكي كبير في القرن التاسع عشر، معلش. لكن المعروفين مثلا أبراهام لينكولن الرئيس الأمريكي المغدور، وينستون تشرشل رئيس الحكومة، رئيس الوزراء البريطاني العظيم المعروف هذا هذا معروف، روزفلت الأمريكي، رئيس أمريكا معروف، المهاتما غاندي معروف، مارتن لوثر كينغ داعية حقوق الإنسان الأسود الشهير المغدور أيضا شابا معروف للناس. هذه الشخصيات درسها هذا الرجل، فعلا كل هؤلاء وثائقهم، سجلاتهم، تاريخهم العائلي، تاريخهم المرضي تطبيبي عند الأطباء أشياء كثيرة تؤكد أنهم كانوا مجانين، لم يكنوا عاديين، كل مصابون بالذات بهذا المرض ثنائي القطب. قال لك الاكتئاب الدبريشن يعطي ماذا؟ اثنين علامتين، يعطي واقعية، يصير قائد يدرك الواقع كما هو، الواقع مزفت بستين زفت، ما تقول ليش تفاؤل، لا هبل هبل ابعد، الواقع زي الزفت. تشرشل على فكرة، بس يعني بدها خطبة لحالها، حتصير خطبة فعلا من نفس التاريخي. تشرشل الوحيد اللي كان أيها الإخوة، حتى الأسرة المالكة برموزها الكبار كانوا متعاطفين جدا مع هتلر قبل ما تصير الحرب. هتلر قال لك ممتاز هذا القائد الذكي وحنك وممتاز الرجل هذا وخفيف الدم. تشرشل الوحيد قال لهم ابدا ابدا حيدمركم هذا. تشرشل مكتئب دائما، هيك كان يفكر في الانتحار، هو دائما طول حياته انتحر دائما، كان مسكين مكتئب. قال لهم هذا دمار جاي عليكم، شايفينه انتم؟ انا شايفه. انت اهبل ولا حد صدقه. الوحيد اللي شاف الخطر لانه مكتئب. فالاكتئاب فرضية قايمي يعطي واقعية، تدرك الوقائع كما هي. يبدو أن التفاؤل يحرف إدراك الواقع، يحرف بصير كأنك تحلم، زي اللي بيحلم تحلم بتطير بتعمل المعجزات في الحلم، أنت بصير تحلم. الاكتئاب يجعلك تحلم، التفاؤل، الاكتئاب يجعلك واقعيا ترى الوقائع الصلبة السوداء المرة، ويعطي أيضا ماذا؟ تعاطفا، يعطي التعاطف. نأتي إلى الهوس المينيا، مرض ثنائي القطب، تردد المريض بينه مسكين، معروف هذا المرض، مرض خطير لكن فظيع، يعني يبدو محرك الحضارة البشرية برضو، قال لك منقذ الشعوب والأمم في فترة الأزمات، في فترة الأزمات. الهوس يعطي ماذا؟ يعطي إبداعا، إبداع. ما فيش مبدع حقيقي إلا مهووس، تلاقي مينياك مبدع بتكلم كتير وطاقة جبارة، وبقعد الساعة 7 الصبح يكتب ويعمل ويرخص، شيء مش طبيعي. إذا دخلت معه في نقاش 5 ساعات بضلوا يتكلم، مهووس مانياك، يعطي إبداع وقدرة على توليد الأفكار والنظريات والأشياء، شيء غير طبيعي مهلك. تشرشل كان هيك معروف، بس إذا اكتئب خلاص يدخل في زبادة عميق. يعطي مرونة، إذا لدينا ماذا؟ الواقعية، التعاطف، المرونة والإبداع، تنتج عن ماذا؟ عن القطبين، عن الاكتئاب
واقعية إيه وتعاطف عن الهوس مرونة وإبداع. فأنا بقول لك ما تغتروش كثير بالناس اللي بضللوكوا ولقوا الأمور كلها بخير. والله ما في شيء بخير، والله إحنا في وضع من أزفت ما يكون، أقسم بالله العظيم الأمة الإسلامية العربية اليوم والله في وضع أزفت ما يكون. إيه بخير وكذا، هذا بقى نطق على دار إبراهيم، هذا مدسوس، كلام فارغ. كونوا واقعيين، كونوا واقعيين.